ففي هنا حاجة اسمها event والtotal، وفي هنا حاجة اسمها event والtotal. ده كده جدول 2 by 2 table علشان تطلع ال dichotomous data. تيجي تخش على بعدها مثلا continuous data، المسميات كبيرة ولكن هي الموضوع بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم، يا اهلا وسهلا، اهلا بكم في الحلقة رقم 12 من سلسلة ال systematic review وال meta analysis. تأخرنا عليكم شوية علشان الاحداث اللي بتجري حاليا في فلسطين، وان شاء الله عندي احساس قوي جدا ان نصر ربنا قريب، وكان عندي برضو دور برد كده فكان التسجيل هيبقى صعب شوية. في الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم عن الداتا اكستراكشن. ممكن تكون اتكلمنا عن الداتا اكستراكشن في الفيديو رقم 10 في السلسلة، حسيت ان الفيديو اتكلم عن الموضوع بشكل سريع وبرضو مجاوبش على كل العناصر او المشاكل اللي ممكن بتقابل الناس اللي في مرحلة او في الخطوة بتاعت الداتا اكستراكشن، علشان كده قررت ان انا اصور فيديو كامل. وبنتكلم في الفيديو ده على اساس انك لو انت عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الداتا اكستراكشن تقدر تعرف تفاصيل اكتر، ولو انت حاليا في ريفيو وعندك شوية صعوبات او مشاكل بتواجهها في الداتا اكستراكشن تعرف ازاي المشكلة دي بتتحل. كان الهدف من السلسلة ان احنا نبسط المعلومات بشكل واضح، وفي نفس الوقت ما كنتش حابب ان يعني زي السلسلة اللي فاتت ان المعلومات تكون عدينا عليها بشكل سريع كده وخلاص، على اساس ان احنا نكون كملنا السلسلة او مرينا على الخطوات بتاعت السيستماتيك ريفيو كلها مرة واحدة. فعلشان كده حبيت ان احنا نتكلم بهدوء كده عن الداتا اكستراكشن بتتم ازاي، ايه هي العناصر بتاعت الداتا اللي ممكن ان احنا نفكر فيها. فهات المشروب بتاعك وتعالى نتعلم مع بعض ايه هي الداتا اكستراكشن. طيب زي ما قلت في الفيديو رقم 10، الداتا اكستراكشن ده مرحلة احنا بعد ما وصلنا بعد ما عملنا فلترنج للدراسات، وصلنا مثلا لعدد معين من الدراسات، 10 دراسات على سبيل المثال. الدراسات دي احنا محتاجين ان احنا نعمل لهم داتا اكستراكشن او ان احنا نطلع الداتا منهم. طيب الداتا دي المقصود بيها ايه؟ المقصود بيها حاجتين، الداتا الكواليتيتيف او الوصفية والداتا الكوانتيتيف او الرقمية. في الاغلب اغلب الناس بتكون تقصد بالخطوة دي الداتا الرقمية على اساس ان هي تشتغل ميتا اناليسز بعد كده، ولكن العنصرين موجودين في الخطوة بتاعت الداتا اكستراكشن، بل بالعكس الخطوة بتاعت الكواليتيتيف اكستراكشن دي اهم من الكوانتيتيف في المرحلة الحالية من الريفيو. فعلى سبيل المثال انت عندك 10 دراسات وصلوا للانكلودد ستاديز، اول حاجة بتاخد ال10 دراسات دول وتبدأ تطلع الداتا منهم. طب يعني ايه تبدأ تطلع الداتا منهم؟ العشر دراسات لو انت بتدور على تأثير مثلا دواء معين على درجة الحرارة للناس اللي عندهم كورونا مثلا، وبالتالي انت بتمسك العشر دراسات دول وبتبدأ تقرأ بتشوف ايه هو الستادي ديزاين بتاعهم، يعني ايه الستينجز اللي عملوا فيه الدراسة دي، وايه هي السامبل بتاعتهم، الناس اللي عملوا عليها الدراسة، وكان معايير الناس دي ايه، وبعدين كان عملوهم فين، في مستشفى ولا كان في عيادة ولا كان في بيت، وبعدين النتائج وزعوا مثلا الدرج على الناس بشكل بأي شكل، وبعد ما وزعوا الدرج على الناس بأي شكل هل الناس كلها كانت النتائج 100%، هل النتائج 70%، طيب لو 70% كان 30% دول بسبب ايه، هل بسبب الافكاسي او فاعلية الدواء ولا بسبب ان التوزيع ما كانش بشكل صحيح. انت محتاج تعمل حسابك في كل العناصر، يعني من الاخر كده بتمسك الدراسات الانكلودد بتاعتك وتقرأهم وتطلع منهم كل عنصر، يعني زي ما بيقولوا كده تفصصهم على اساس انك تطلع منهم كل البيانات اللي انت هتحتاجها. لان على سبيل المثال الخطوة اللي بعد كده ايه من وجهة نظرك، الخطوة اللي بعد كده انك هتمسك الدراسات دي هتجمعهم مع بعض. يعني بعد الداتا اكستراكشن لما تيجي تدخل مثلا في المرحلة بتاعت كتابة النتائج، النتائج مش هتكون غير ان هو بتقول ان في واحد اسمه محمد عمل دراسة في امريكا وعمل فيها كذا وكذا وكذا، واحد برضو اسمه احمد عمل دراسة في استراليا وعمل كذا وكذا وكذا، وهتجمع الاثنين دول مع بعض لو الدراسات دي بتتكلم في نفس الموضوع في نفس الاطار في نفس التوبيك. فممكن مثلا تأثير دراج معين يكون ليه اكتر من اوتكم، اكتر من مستخرج انت عايز تطلعه. يعني على سبيل المثال تأثير دواء معين في علاج الكورونا، انت بتقيس مثلا درجة الحرارة، بتقيس مثلا المينتال هيلث بتاعته، بتقيس اكتر من اوتكم في توبيك او في اوتكم اساسي وهو فاعليته في علاج الكورونا او علاج اي مرض من الامراض دي. كده الخطوة بتاعت الكواليتيتيف، فلازم تكون يعني مستوعبها بشكل كويس.
لان الخطوه اللي بعد الداتا اكستراكشن اسمها الكواليتي اسسمنت، او انك يعني تقيم الجوده بتاعه الدراسات اللي انت عملت لها انكلوجن. وبالتالي لما تقرا الدراسات بشكل كويس وتطلع منهم الداتا اللي احنا اتكلمنا عنها دول بشكل كويس، تقدر انك تعمل كواليتي اسسمنت وتقيم الجوده بتاعتهم وتجمعهم او تعمل لهم سامري في الريزلتس برضو بشكل كويس. طيب السؤال هنا برضو، ايه هي الحاجات انا كحد مبتدئ، ايه هي العناصر اللي انا مفترض اخلي بالي منها؟ يعني انا وضحت لك كده على سبيل المثال، ولكن ايه العناصر المفترض ان انا اخلي بالي منها وانا بعمل qualitative extraction؟ طيب احنا هل هنعتمد على الموضوع ده باجتهادات شخصية؟ لا، احنا في حاجات بالفعل موجودة في الليتريتشر او موجودة في الستاندرد تقدر انك تتبعها على اساس انك تعمل الاناليسز دي. من ضمن اعلى الستاندردز هي حاجة اسمها كوكران هاند بوك، ده زي مرجع للخطوات بتاعت السيستماتيك ريفيو. فاحنا ممكن نفتح مع بعض الكوكران هاند بوك، وزي ما قلت في اول الفيديوز خالص في انواع للسيستماتيك ريفيو. ففي نوع مثلا اسمه الانترفنشنال سيستماتيك ريفيو، في نوع الدي تي اي او الدياجنوستيك تيست اكيوريسي، ده ليه داتا معروفه بتطلع وده ليه داتا معروفه بتطلع. فعلى سبيل لو فتحنا البي دي اف فايلز دي، هسيب لكم اللينكات بتاعتها في الديسكربشن. فده مثلا الشابتر رقم 7 بعنوان كولكتنج داتا او الداتا اكستراكشن او الداتا كولكشن، ولكن ده مثلا للدياجنوستيك تيست اكيوريسي، ولكن على سبيل المثال في شابتر رقم 5 هنا ده في الانترفنشنال سيستماتيك ريفيوز. فالدياجنوستيك تيست اكيوريسي معروفه انك بتقرا ده الكي بوينتس، يعني ممكن تقرا الكي بوينتس دي. احنا مش عايزين من الناس ان هي تقرا كم كبير من المعلومات، ولكن على الاقل ده فايل بسيط خالص تقدر تقراه هيساعدك في الخطوه بتاعه الداتا اكستراكشن او الداتا كولكشن. هتقرا الفايل، من ضمن الحاجات المهمة بالنسبة لي تقرأها في الفايل هو هتلاقي لو قلبت كده شوية هتلاقي فيه تيبل تحت اسمه checklist of items to consider in data collections. يعني ده checklist بتاعت items او دي العناصر المفترض انك تعمل لها data collection، مثلا information about data extraction، eligibility criteria بتاعت study methods، participant sampling زي ما احنا وضحنا، الستادي ديزاين، جابوا الممبرز او جابوا البيشنتس ازاي، هل هي سنجل ولا مالتي سنتر ستادي، الانرولمنت بتاع البيشنتس حصل ازاي. مثلا هنا بتكلم على البيشنت كاركترستكس اند سيتنجز، يعني خصائص البيشنتس ايه، الريجنز بتاعتهم، البلاد اللي هم جايين منها، الاليجيبيليتي كرايتيريا، السامبل سايز بتاعهم، كل دي عناصر كده. يعني انت بتبدا انك تشوف العنصر من هنا، وبعدين تروح ترجع لي يعني مثلا اعمارهم ايه، الكاركترستكس دي اللي احنا اتكلمنا عنها في الفيديو اللي فات اللي هو بنسميها التيبل اوف كاركترستكس، يعني الاعمار بتاعتهم ايه، الجندر بتاعهم ايه، وهكذا. تيجي بقى الخطوه مثلا الثانيه، ده عشان ده دايجنوستيك تيست اكيورسي، بيقول لك هتطلع العناصر برضو المتعلقه بالاندكس تيست. الاندكس تيست ده اللي هو التيست اللي انت عايز تشوف الفعاليه بتاعته او الدقه بتاعته او الاكيورسي بتاعته. هتلاقي بقى التارجت كونديشن او المرض اللي انت عايز يعني تشوف فعاليه التست ده فيه، والريفرنس ستاندرد، هل مثلا بتقارن ما بين البي سي ار وما بين العينه بتاعه الدم اللي هو البلاد تيست عادي، وبتشوف بقى العناصر دي كلها، الفلو والتايمينج بتاعه الاندكس تيست، والنتائج بتاعتك بيبقى فيه العناصر المعروفه جدا زي ترو بوزيتيف الفولس بوزيتيف ترو نيجاتيف والفولس نيجاتيف، وتعمل لهم جدول 2 في 2 كده، جدول 2 في 2 علشان تحسب منهم السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي. طيب العناصر اللي احنا اتكلمنا عنها دي، ده الجزء الثاني من الداتا اكستراكشن، يعني مثلا الاندكس تيست والستاندرد تيست، دي حاجه معروفه جدا في الداتا اكستراكشن بتاعه الدي تي اي او الدياجنوستيك تيست اكيورسي، ولازم الناس كلها اللي بتشتغل دي تي اي ريفيو بتعرف ان هو انت على اساس انك تقول ازاي مثلا ان البي سي ار مور اكيوريت او ادق من البلاد تيست مثلا او من الاكس راي او من ستاندرد تيست. يعني ايه الستاندرد؟ يعني في حاجه الناس بتقيسها دلوقتي او بتستخدمها كجايد لاين او بتستخدمها في الكلينيكال سيتنجز، وانت شايف ان في اداه تشخيصيه جديده، انت بتقارن الاداه الجديده دي او الاندكس تيست او التيست الجديد بتقارنه بحاجه ستاندرد. ممكن تقارن ما بين حاجه ستاندرد وممكن تشوف فعاليه الاندكس تيست ده لوحده، وفي كل الاحوال بتدور على عنصر اسمه السنسيتيفيتي وعنصر اسمه السبيسيفيتي علشان تشوف هاو سنسيتيف التست ده وهاو سبيسيفيك، يعني هاو سنسيتيف قد ايه وهاو سبيسيفيك قد ايه التست ده مقارنه بالستاندرد او التست ذات نفسه.
فده مثلا ملخص للداتا اكستراكشن. لما تيجي تشوف هنا في الريزلتس اللي هو التيبل الاثنين في اثنين اللي احنا اتكلمنا عنه، هتلاقي ده هو نفس الداتا المفترض انك بتجمعها علشان الداتا دي هتاخدها هتحطها على برنامج زي الريفمان او على اي برنامج بتاع ميتا اناليسز، والداتا دي هتروح مطلعه لك الفورست بلوت اللي احنا هنتكلم عنه بقى بعد كده في الاناليسز. فلازم تكون فاهم ان هو مش مجرد بس كام رقم معين بيطلع، انما انت لازم تقرا البيبر كده وتطلع منها الحاجات دي. خد التشيك ليست على سبيل المثال، لو انت هتشتغل دايجنوستيك تيست اكيورسي ريفيو، خد التشيك ليست دي وحاول انك تطلعها من ال10 دراسات بتوعك. الشابتر الثاني معانا هنا في الانترفنشنال سيستماتيك ريفيو، وبرده لو قلبت في البي دي اف الموجود ده هتلاقي برده تشيك ليست اوف ايتمز تو كونسيدر ان داتا كولكشن. هتلاقي مثلا برده الانفورميشن، الاليجيبيليتي كرايتيريا، الستدي ميثود، الستدي ديزاين، نوع الديزاين دي ايه، هل هي راندمايزد، هل هي نون راندمايزد، هل هي بارلل، سنجل، مالتي سنتر. كل الحاجات دي كلها تفاصيل انت محتاج تعرفها من الستادي اللي انت انكلودد. نفس الكلام البارتيسيبنتس بتوعهم من انهي بلد، الايج بتاعهم كام، الجندر بتاعهم ايه. ولكن كان في هنا اللي بيتكلم على الاندكس تيست، يعني احنا لو شفنا هنا كان الاندكس تيست، انما هنا بيتكلم على الانترفينشن اللي انت بتستخدمه. فالانترفينشن ده عباره عن ايه، الدوس بتاعته ايه، الفريكوانسي كل قد ايه، الانترفينشن بروتوكول بيتم ازاي. كل العناصر دي كلها بتكون ريليتد. لو انت اخدت عنصر عنصر من دول وبدات انك تطبقها على الدراسات بتاعتك، هتلاقي انك بتعرف تطلع الداتا بشكل كويس. الاوت كومز بتاعتك اللي انت عايز تحسبها، يعني الاوت كومز زي ما احنا قلنا، ممكن تكون انت عايز تشوف تاثير الدواء ده في تخفيض درجه الحراره، ممكن تكون عايز تشوف تاثير الدواء ده في ان هو يقلل المينتال هيلث او مثلا كوجنيتيف ابيليتي، ممكن تشوف تاثير الدواء ده في عنصر، في اكتر من اوت. هو هنا مثلا حاطط الانزايتي كمثال على سبيل المثال، بتقرا الحاجات دي كلها وتشوف. فبيقول لك الانزايتي مثلا، هو مديك هنا امثله على الموضوع. الانزايتي ده بيتقاس ازاي في الكلينيكال سيتنجز؟ بيتقاس بحاجه اسمها مثلا هاملتون انزايتي ريتنج سكيل. فده سكيل معين، يعني ده حاجه بتقيس الانزايتي. فانت محتاج انك تطلع وتشوف السكيلز المستخدمه في الانكلودد ستاديز بتاعتك دي، وتشوف الارقام بتاعتها، وتشوف هم استخدموا السكيلز ازاي. دي كده الداتا اكستراكشن. فهو بيديك مثال، هي هل هو لو سكور، هل هو هاي سكور، اي واحد فيهم از فيفربل، مفضل عن الثاني، سبيسيفيك متريك، هل مثلا بوست انترفينشن انزايتي، هل هو تشينج ان انزايتي فورم. كل الحاجات دي كلها مجرد امثله، يعني كل المطلوب منك انك بس هتقرا التشيك ليست بتاعه الكوكرن دي، هتوضح لك الداتا اكستراكشن بتتم ازاي. برضو نفس الكلام هنا في الريزلتس، في الريزلتس قال لك هتعمل برضو 2 باي 2 تيبل وتوضح فيهم هل هي الداتا دي دايكوتوموس ولا كونتينوس داتا. ده على سبيل المثال. خليني بس اوضح برضو، احنا هنتكلم عن الريسك ريشيو والاودز ريشيو والحاجات دي كلها في الفيديو بتاع الداتا اناليسز. فعلى سبيل المثال قال لك هتعمل 2 باي 2 تيبل فور دايكوتوموس داتا. 2 باي 2 تيبل يعني دايكوتوموس داتا، يعني من الاخر كده بيكون في ايفنت حصل. على سبيل المثال قلنا موضوع تخفيض درجه الحراره، فانت بتقارن ناس اخذت الدواء وناس ما اخذتش الدواء. فالناس اللي اخذت الدواء دول عددهم 50، والناس اللي ما اخذتش الدواء دول عددهم 50، فده التوتال نمبر. طيب كم واحد من ال 50 حصل له الايفنت اللي هو درجه حرارته انخفضت؟ هتقول مثلا 35 واحد. وكم واحد من اللي ما اخذوش الدواء درجه حرارته انخفضت؟ هتقول مثلا 15 واحد. ففي هنا حاجه اسمها ايفنت والتوتال، وفي هنا حاجه اسمها ايفنت والتوتال. ده كده جدول 2 باي 2 تيبل علشان تطلع الدايكوتوموس داتا، علشان الداتا دي هي اللي هتتسال عنها وانت بتعمل او بتقدم انك تعمل ميتا اناليسيس. تيجي تخش على بعدها مثلا كونتينوس داتا، المسميات كبيره ولكن هي الموضوع بسيط. كونتينوس لو انت اخذت بيزكس في الاحصاء هتعرف ان في حاجه اسمها ديسكريت وفي حاجه اسمها كونتينوس. ديسكريت يعني ما ينفعش تقول عدد الاسره عندنا، عدد الابناء 5.5، لازم تقول ان عدد الابناء 5، وبالتالي ده اسمه ديسكريت داتا، يعني ما فيهوش رقم عشري، يعني مثلا 5 أو 6 ابناء او 7 ابناء او 10 ابناء. انما الكونتينوس يعني رقم فيه رقم عشري، ممكن تقول مثلا ان الطول بتاعك 167.5 سم، ممكن تقول ان انت جايب في السكور ده 15.4، whatever. وبالتالي الكونتينوس داتا ده يعني رقم فيه رقم عشري. فمن ضمن اغلب الحاجات المشهوره بالموضوع ده هو المين والستاندرد ديفيجن. طيب المين والستاندرد ديفيجن ده حاجه مشهوره جدا برضو في الستاتستكس، المفروض تكون عارفها قبل ما تبدا حاجه زي كده. ولكن انت بتقول ان الشخص ده في من ال50 شخص
13 و4 من عشرة ده المين متوسط الأشخاص اللي درجة حرارتهم انخفضت والستاندرد ديفيشن بتاعهم كذا، وعلى النقيض الناس اللي هي ما أخدتش الدواء في 18 و7 من عشرة ده المين بلس مثلا 2 ده الستاندرد ديفيشن للناس اللي هي ما أخدتش الدواء ودرجة حرارتها انخفضت. فيا إما الدراسة مطلعة بأرقام صحيحة بتعمل حاجة اسمها دايكوتومس داتا، أو مطلعة بأرقام عشرية فبتعمل حاجة اسمها الكونتينيوس داتا. طيب انت برضه محتاج انك تعرف او تتفرج على الفيديو بتاع الداتا اناليسز اللي ان شاء الله احنا هنعمله على اساس انك تفهم الداتا دي بتتم ازاي، ولكن خلاصة الفيديو ده هو انك تكون عارف ان الداتا اكستراكشن مش بس الداتا الرقمية، ولكن تكون مطلع كل حاجة في الدراسة على اساس انك تستخدمها في الاناليسز بتاعتك. وزي ما قلت في الفيديو اللي فات بيكون فيه تو تيبلز، تيبل اللي بيسموه الكاركترستكس تيبل، وتيبل تاني اسمه الاوتكمز. فالكاركترستكس تيبل دي اللي هو السامبل بتاعتنا مين ومن بلد ايه واعمارهم ايه ومتوسط اعمارهم ايه والاوزان بتاعتهم ايه البي ام اي بتاعهم، كل التفاصيل دي ده كده اسمه الكاركترستكس تيبل. والاوتكم تيبل اللي هو اللي احنا قلنا عليه في اول الفيديو، مثلا انا عايز اقيس درجه الحراره، انا عايز اقيس مثلا التغير في كوجنيتيف فانكشنز بتاعتهم، الحاجات دي كلها اسمها ايه بقى؟ اسمها الاوتكم تيبل. فبتعمل تيبل لده وبتعمل تيبل لده على اساس انك تشتغل الاناليسز بعد كده ان شاء الله. طيب في نهاية الفيديو اتمنى ان الفيديو كان واضح والمعلومات بدأت توضح بشكل ابسط، اقرأ التكست اللي احنا بعتناهم هتلاقيهم موجودين في التليجرام بوت، هنسيب لكم لينك البوت في الديسكريبشن. ان شاء الله الفيديو الجاي هنتكلم على الريسك اوف بايس اسيسمنت او الكواليتي اسيسمنت بتاعت الدراسات زي ما احنا وضحنا في الفيديو ده، والفيديوهات اللي بعد كده هنتكلم عن داتا اناليسز ان شاء الله وكتابه السيستماتيك ريفيو لغايه الببليكيشن بتاعت السيستماتيك ريفيو. علشان كده لو عجبك الفيديو لغايه دلوقتي ما تنساش تشترك في القناه علشان المعلومات الجديده تشوفها اول باول، ونشوفكم في فيديو تاني. سلام عليكم.